السيدات والسادة أعضاء هيئة الشرطة الكرام، تحية لكم في عيدكم، تحية واجبة نتقدم بها لذكرى شهداء الشرطة الأبرار لبطولاتهم وتضحياتهم الغالية، وللمصابين من رجال الشرطة وأسرهم وعائلاتهم نقول لهم إن مصر ستظل بارة بأبنائها الأبطال الذين يضحون من أجلها ويسهرون على حمايتها وسلامة شعبها. لا، إحنا مش بس هنعمل كده، إحنا لن نترك ثأرنا، لن نترك ثأرنا، لن نترك ثأرنا، لأن هو مش ثأر أبنائكم أنتم، هو مش ثأر أبنائكم أنتم، لا لا، ده ثأر مصر وكل المصريين، إن إحنا ناخد ثمن الدم اللي قدموه أبنائنا وبناتنا، مش بس إن الجيش والشرطة الحقيقة، من كل طوائف الشعب اللي سقطت شهداء ومصابين ضد عمليات الإرهاب الأسود، ده ثأرنا كلنا مش ثأر الجيش والشرطة بس. حفظ الله بكم هذا الوطن الغالي ليظل دائما آمنا مطمئنا ماضيا في طريقه نحو المستقبل بعزم وثقة، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.